تمام يا شباب، احنا خدنا الاسبوع اللي فات رسمة اللاي اوت، رسمنا كل حاجة، عرفنا تفاصيل، وبعتت لكم على فكرة السكشن بره. السكشن كان في زمايلكم اشتكوا المرة اللي فاتت ان في رسوم مش واضحة، فانا عدلت الرسمتين تقريبا. شوفوهم دلوقتي في الملف اللي بعته. تسليم مبدئيا الشيت هيبقى الاسبوع الجاي، تسليم الشيت الاسبوع الجاي اللي هو رسمة اللاي اوت. ماشي يا شباب. ديزاين فور بيم سكشن النهارده عن تصميم السترينجر. اول عنصر معانا في الكوبري هو السترينجر، هو اللي مسؤول عن ان هو يشيل حمل الكوبري، يوديه بعد كده للكروس جيردر، وكروس جيردر للمين جيردر، ومين جيردر للاساسات وهكذا. فاول حاجه معانا هتقابلنا هو السترينجر. السترينجر ده مبدئيا شايل حمل ايه؟ شايل حمل القطر. بينقله لفين؟ بيوديه للكروس جيردر، يعني الاحمال الخارجيه هي احمال القطر، الركائز بتاعت السترينجر هي الكروس جيردرز، يعني الركيزة بتاعت السترينجر هي كروس جيردر، واخدين بالكم؟ دي متشال على دي. السترينجر سبان بقى اللي هي المسافة ايه، كانت من 3 متر ل 5 متر. لو فاكرين الشكل ده، السترينجر هو الكاميرا الزرقاء دي، متشال على كروس جيردر اهو فوق وتحت باللون الاحمر. السبان بتاعها اللي هو المسافة ايه اللي باللون الأخضر ده، بيبقى من 3 متر ل 5 متر. الاستيكال سيستم بتاعنا بيبقى سيمبل، يعني الكاميرا بتاعتنا سيمبل متشال على الكروس جردر من الأول وفي الآخر، دي ركيزة ودي ركيزة. تمام. في الحالة دي العزم بيبقى عامل إزاي؟ العزم بيبقى ده بيقول لي تربيع على 8. سامعني كده كويس؟ هندسة الصوت سامعني كويس يا شباب؟ تمام. في حالة السيمبل بيبقى العزم ده بيقول لي تربيع على 8، لأن هو كاميرا سيمبل. في حالة الكونتينوس طبعا الركائز هي زي ما قلت لكم كروس جلدر، والكاميرا هي السترينجر. العزم بتاعنا بيبقى عامل ازاي؟ العزم بتاعنا بيبقى 8 من 10 المومنت في أول باكية، وبقية الباكيات السفلية العزم السفلي كله 8 من 10 المومنت. الباكيات العلوية اللي هي العزم العلوي، مش الباكيات، اللي هي العزم العلوي اللي هو فوق الركائز على طول، بيبقى 75% المومنت. طب قيمة المومنت اللي هي الام دي او الام ديزاين دي جبتها منين؟ المومنت او الام ديزاين دي انا جايبها من حالة السيمبل، يعني انا بحسب المومنت في حالة السيمبل وبضربها مرة في 9 من 10، مرة في 75%، مرة في 8 من 10، نفس الرقم اللي انا حسبته في السيمبل، وده بيقول لي تربيع على 8. تمام. بضربه بقى في الارقام دي وبحل المسألة على الارقام دي في حالة ايه؟ في حالة الكونتينوس. تمام. في واحد يقول لي ايه، لا ده في طريقة احسن، ان انا اعمل بقى احط الحمل هنا على الكاميرا واحل المركز في المكان ده، واعمل بقى حالات تحميل مرة في الباكية دي، مرة كوبري في الباكية التانية، مرة باكية وباكية، براحتك يعني. يعني ده الحل اللي احنا شغالين بيه، ده الحل اللي هو البسيط السهل. عايز تحسبها اكزاكت براحتك، عيش بقى معاها. تمام. انما ده حل تأنيبي وحل كويس يعني. الاحمال بتاعتنا اول حاجه حاله الديد لود، وزن السترينجر نفسه بقى 100 ل 150 كيلو جرام على المتر، ده وزن كاميرا السترينجر. وزن التراك اللي هو الواح الخشب والريلز اللي هي القضبان القطر. تحت كل تراك فيهم موجود كامرتين، يعني تحت كل تراك شايل يعني متشال على كامرتين السترنجر، يعني كل تراك فيهم متشال على كامرتين السترنجر. تمام. فبالتالي كل كامرة فيهم شايلة نص وزن التراك، يعني وزن اللي جاي على السترنجر من التراك الواحد بيساوي ده وزن التراك اللي هو دبليو تراك على وزن التراك اللي هو 600 على 2 اللي هو 300 كيلو جرام على المتر. في حاجة تانية كمان كانت معانا اللي هو وزن البريسنج. لو انتوا فاكرين واحنا بنرسم في اللاي اوت، كنا بنرسم بريسنج في مستوى السترينجر، فاكرين اللي هو البريسنج اللون الاسمر ده اللي كنا بنرسمه فوق ما بين السترينجر والسترينجر اللي جنبه، ده متشال على ايه؟ ده بيبقى متشال برضه على السترينجر نفسه، بيبقى متعلق فيه ملحوم فيه من الجنب. ففي الحاله دي بتعمل ايه؟ بتضيف وزنه كمان معاك وانت بتصمم السترينجر. طب وزنه عباره عن ايه؟ قال لك وزنه من 20 ل 25 كيلو جرام على المتر.
يعني في النهاية لو حبيت أجمع الأوزان الميتة دي كلها على بعض هجمعها إزاي؟ من أول الأصغر حاجة معايا اللي هو 100 زائد 300 زائد 20 هيديني 420، أو 150 زائد 300 زائد 25 هيديني 475، تمام؟ يبقى أنا بالنسبة لي أحمال الميتة تبقى الرينج بتاعها من 420 ل 475، ده الرينج، تمام؟ يبقى لو قلت لك الحمل الميت بكام هتبقى انت عارف الرينج بتاعه من 420 ل 425. اختار بقى الرقم المناسب ليك، طالما في المسألة ما قالكش اختار الرقم المناسب ليك في الرينج ده. انا يعني بشتغل في الغالبا، يعني بشتغل على 450، يعني باخد رقم في النص، غالبا في المسائل باخد 450 رقم رينج في النص، تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا ايه، عرفنا الوزن الميت ال W dead load. اللايف لود بقى، اللايف لود مبدئيا هقسمه حاجتين، مرة وانا بحسب المومنت ومرة وانا بحسب الشير، تمام؟ بالنسبة لي اصعب جزء معايا في السكشن النهاردة هو حساب المومنت والشير في حالة اللايف لود. لو انتوا فهمتوا الجزء ده الباقي كله سهل، انما اصعب حاجة بالنسبة لي واصعب حاجة عموما في الديزاين بتاع الكباري بتبقى حسابات السترينج اكشن. فلو انا مثلا بحسب لايف لود، الأحمال بتاعتي بتبقى عبارة عن إيه؟ وزن الكوبري نفسه، الكوبري بالشكل ده كده، وزن الكوبري جبته منين؟ جبته من كود، أو قال لي إيه أوزان الكباري بالشكل ده موجود معاك، إحنا إيه خدنا حالة منهم واخترناها وأنا هنشيك عليها وهنصمم بيها الكوبري بتاعنا، تمام؟ دي حالة إحنا مختارينها. طب هل معناه كده إن كل الكباري اللي بره بنفس الأوزان؟ قال لك لا، في اوزان تانية، انت يعني مثلا زي القطر الالماني اللي جايبينه جديد ده، ما اكيد اوزانه مختلف، تمام؟ مكان مختلف واوزان مختلفة وكل حاجة، فكل ما ده ايه الاوزان بتتغير، اوزان القطارات بتتغير. الرينج بتاعنا ايه يعني، او الاسلوب بتاعنا ايه؟ الاسلوب بتاعنا هو نفسه ثابت، يعني اللي هتصمم بيه دلوقتي، اللي هتصمم بيه الكوبري التاني، اللي هتصمم بيه الكوبري التالت، اللي هتصمم بيه اي كوبري هتاخده، تمام؟ ولكن الفكرة بس ايه في اختلاف الاحمال. اختلاف الاحمال بيأثر على ايه؟ بيأثر على سترينج اكشن. طبعا انت ممكن ساعتها تستخدم برامج ميديوليشن والكلام ده، سيميوليشن، وطلع سترينج اكشن اكزاكت وطلعها حاجة محترمة يعني. ولكن بالنسبة لنا احنا دلوقتي هنشتغل على الحالة دي، الحالة دي فقط لا غير. فاحنا مطلوب مننا دلوقتي ان احنا نحفظ شكل الاحمال اللي قصادنا دي. الحالة اللي قصادنا بتقول ايه؟ بتقول ان معاك قطر فيه 4 عجلات بالشكل ده، أحمالهم 25 طن، كل 4 عجلات كل الأحمال فيها 25 طن، المسافة بين العجلة والعجلة التانية 1.6، يعني 1.6 1.6 1.6، المسافات طبعا هحفظها، الأحمال 25 والمسافات 1.6. المسافة بين آخر حمل مثلا وبداية الحمل الموزع من اليمين والشمال هتبقى 8 من 10 متر، ففي آخر حمل هتمشي مسافة 8 من 10، تقدر تحط الأحمال الموزعة. الأحمال الموزعة دي قيمتها كام؟ 8 طن على المتر الطولي. يبقى أنا معايا 4 أحمال مركزة 25 طن والمسافة بينهم 1.6، معايا أحمال موزعة تتحط على بعد 8 من 10 متر من الحمل المركز، تمام يا شباب؟ تمام. الشكل اللي قدامكم ده مطلوب منكم تحفظوه، مطلوب منك تحفظه. هل الأحمال دي بصمم عليها السترينجر؟ هل الأحمال دي أخدها بالشكل ده وأصمم عليها السترينجر؟ قال لك لا. لا إيه؟ لأن القطر الواحد بيبقى متشاع على 2 سترينجر. لو إحنا فاكرين فوق كنا بنصمم التراك نص للسترينجر ده ونص للسترينجر التاني، نفس الفكرة برضو هنيجي هنا برضو، بما إن ده وزن هقسمه على 2، لأن معايا إيه؟ معايا 2 سترينجر، فالاتنين سترينجر ده هيشيل نص وزن القطر وده هيشيل نص وزن، فكل القيم اللي فوق دي بضربها في نص، طبعا باستثناء الاطوال، يعني الاطوال زي ما هي 8 من 10 1.6 1.6 1.6 8 من 10، الاحمال هي اللي بضربها في نص. فالاحمال الموزعه بدل ما كانت 8 تبقى 4 4 و4، الاحمال المركزه هتبقى بدل ما كانت 25 تبقى 12 ونص، 4 احمال 12 ونص، تمام يا شباب؟ أربع أحمال 12.5 زي ما قلنا، المسافات زي ما هي ثابتة، هنبدأ نصمم.
ماشي يا شباب، هنبدأ نصمم على الأحمال اللي تحت دي. مبدئيا بس ملحوظة مهمة، يعني أحيانا الدكاترة بس إيه بيحبوا يلعبوا معاكوا شوية في الحتة دي، أو بيحبوا يضحكوا عليكوا شوية. إزاي يعني؟ يعني مثلا ممكن مثلا الحمل ده يبقى هو مديك تحت الأحمال في آخر الامتحان، مديها لك وكاتب لك عليها مثلا الحمل ده بدل ما كان 25 مثلا ادالك 28، الحمل الله بدل مثلا 8 ادالك 7 أو 9، تمام؟ فانت طول السنة بقى مكمل، طول السنة انت شغال وحفظت الأحمال دي وشغال عليها، فحفظتها خلاص بقى 12 ونص، 12 ونص بقى شغال اوتوماتيك، مبقاش بتفكر، لا بقت شغال اوتوماتيك زي المكنة. فيجي الدكتور في الامتحان يخلي لك مثلا الأحمال بدل 25 بقت 28، تقوم انت حل كل امتحان غلط، واخد بالك؟ فوانتوا بس في اول الامتحان كده تاخدوا بالكم الاحمال الموجوده، الاحمال الموجوده هل متغيره فيها حاجه ولا مش مغيره. هو اسلوب التعامل واحد، يعني اسلوب الحل واحد، ولكن الاحمال نفسها ممكن تختلف، اسلوب التعامل واسلوب الحل بتاعنا واحد لكن الاحمال ممكن تختلف، فتاخد بالك في اول امتحان تبص على الاحمال، وبالتبعيه برضه تبص على نوع الحديد. الكباري بتاعتنا غالبا الستيل 44. طب افرض مثلا الدكتور ايه كتب لك كده ملحوظة في اول امتحان الستيل بتاعنا 52، هتعمل ايه؟ لو انت داخل الامتحان حافظ، يعني في حفظ فهم وحفظ من غير فهم، خليك حافظ وفاهم، حافظ وفاهم ان الاحمال بتاعتنا دي بالشكل ده، دي اوزان القطر بتاعتنا اللي احنا جايبينها بكود ودي اللي شغالة طول السنة، والستيل بتاعنا غالبا ب 44، انما فاهم بس ان ممكن الدكتور في الامتحان يغيرها لك، يغيرها لك بس كتنويع في المسائل، خلاك مثلا دي 25 خلاك 28 طن، يخلاك الستيل بدل 44 خلاك 52، وعملها قبل كده، يعني حصلت قبل كده مع ناس، وناس دخلت ايه داست، دخل داس وحل على اساس ان هو 12 ونص والستيل 44، وتفاجئ في اخر الامتحان ان هو ايه نوع الحديد مختلف والاحمال مختلفه، وطبعا أثرت معاه في النتائج يعني. تمام يا شباب. وبرضه ملحوظة تانية كمان، تاخد بالك هو قال لك الأوزان بتاعتك هل هي وزن القطر كامل ولا وزن العجلة الواحدة؟ حد يعرف الفرق ما بين وزن القطر كامل ووزن العجلة الواحدة؟ حد يعرف الفرق؟ جماعة الشاطرين اللي في السكشن، حد يعرف الفرق؟ لو جالك في اول امتحان قال لك مثلا دي الاوزان بتاعت القطر، او قال لك دي اوزان العجله الواحده، ما هو اللي فوق ده أوزان القطر واللي تحت أوزان العجلة الواحدة، مظبوط، هيبقى الفرق ايه؟ هتشتغل على واحده؟ لو قال لك نشتغل مثلا وزن العجلة الواحدة وزن ناخد القطر الوزن نفسه، والقطر، القطر نقسمه على 2 لأن طب هو نص ماشي، انت بتتكلم في ملحوظات بس ناس كتير بتغلط فيه، بالنسبه لك سهله انا عارف، بس بالنسبه لناس كتير بتغلط فيه. ماشي يا شباب نكمل. أصعب جزء زي ما قلت لكم في السكشن هو حساب أحمال اللايف لود. الحالات بتاعتنا تبقى حالات تحميل. مبدئيا الأحمال كلها أحمال متحركة، يعني القطر العجلة بتاعته ماشية على السكة بتاعتك أو ماشية على الكاميرا بتاعتك، ممكن تبقى في نص الكاميرا، ممكن تبقى في اول الكاميرا، ممكن تبقى في ثلث الكاميرا، ممكن تبقى في اي مكان، الحمل المتحرك بيعدي على كله، تمام؟ فانت مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك تشوف انهي وقت بالظبط او انهي منطقه فيهم، يعني انهي لحظه اللي كان فيها القطر واقف في المكان ده وجاب لك ماكسيمم سبريننج اكشن في المنطقه دي، تمام؟ يبقى انت مطلوب منك تعمل ايه؟ تعمل حالات تحميل، لان الحمل اللي معاك حمل متحرك، تفترض اماكن للاحمال بحيث ايه، بحيث ان الاماكن اللي افترضتها دي تجيب لك الماكسيمم سيلينج اكشن، تمام يا شباب؟ فمثلا لو الاسبان بتاعك مثلا كان اقل من 3.2، ففي احتمال يبقى معاك حمل مثلا في النص اللي هو 12 ونص مثلا، تيجي العجله في نص السكه بالظبط او نص الكاميرا بالظبط، تمام؟ دي حاله، او ممكن تيجي بالشكل ده. ازاي يعني؟ يعني مثلا تيجي ايه، تيجي في المنطقه دي بحيث ان هي ايه تبقى على بعد 4 من 10 متر من سنتر لاين الكاميرا، يعني تيجي من كده من سنتر لاين الكاميرا تمشي مسافه 4 من 10 يمين وتحط حمل مركز اللي هو 12 ونص، الحمل المركز ال 12 ونص ده تمشي من على شماله مسافه 1.6 وتحط الحمل المركز التاني اللي هو ال 12 ونص التاني،
تمام. الحالة دي والوضعية دي تجيب لك أقصى سترينج أكشن لحالة حملين. طبعا الموضوع 4 من 10 ده احنا حاسبينه، يعني مش جاي كده، لا احنا حاسبينه. تمام. في الشكل ده بالمنظر ده أقصى سترينج أكشن عليك في حالة الحملين على الكاميرا الواحدة، يعني في حالة حملين متساويين على الكاميرا، يعني هتمشي مسافة، والمسافة بينهم 1.6، يعني هتمشي مسافة 4 من 10 من سنتر لاين الكاميرا وتحط الأحمال بتاعتك. بعد ما حطيت أول حمل اللي هو 12.5 ده، تبدأ توزع بقية الأحمال بالتبعية ليه بنفس المسافات بقى اللي خدناها فوق. في حالة تالتة كمان معاك، لو المسافة بتاعتك اللي هي ايه على 2 دي، ايه على 2 ناقص 4 من 10، ايه على 2 ناقص 4 من 10 أكبر من 8 من 10، أو ايه على 2 ناقص 4 من 10 أكبر من 8 من 10، يبقى كمان هيضاف عليك عن الحالة اللي فوق، هينضاف معاك كمان 4 طن على المتر. 4 طن على المتر. تمام. المسافات برضو اللي زي ما قلنا، برضو مسافة هنا ما بين الحمل المركز ده والسنتر لاين الكاميرا 4 من 10. في الحالة دي بس، هي دي حالة تقريبية، يعني موضوع الأربعة من عشرة في الحالة اللي قدامك دي ده تقريبي، لأن حساب الماكسيموم مومنت في حالة أحمال مركزة وأحمال موزعة مع بعض بيبقى صعب، كاستراكشر صعب، كاستراكشر صعب، فيها فرض بقى كتير وتراي أند ايرور وكلام من ده، فبقى الموضوع صعب في حالة أحمال مركزة وأحمال موزعة مع بعض. فإحنا هنثبت موضوع الأربعة من عشرة ده، الأربعة من عشرة بتاعت الحالة اللي فوق هنثبتها معاك الحالة اللي تحت دي كمان. تمام. في حالة الإسبان بتاعك أكبر من 3.2 من 10، ساعتها الكوبري بتاعك أو الكاميرا بتاعتك تقدر تشيل أكتر من 3 أحمال، الإسبان بتاعها كبر فتشتغل على 3 أحمال، فبقى معاك 12.5 و12.5 و12.5. الرصة بتاعتهم إزاي؟ الرصة بتاعتهم إنك تجيب الحمل المركز ده في النص، وبالتبعية ترص بقية الأحمال على مسافة 1.6 يمين و1.6 شمال وهكذا. ولو اتبقى معاك مسافة مثلا إيه على 2 ناقص في المسافة اللي هي 1.6 وكانت أكبر من 8 من 10، ممكن كمان تحط إيه حمل موزع كمان هنا. تمام. وهتحطه من ناحية واحدة في حالة الأحمال اللي هي التلاتة دي، هتحطه من ناحية واحدة. طب افرض مثلا إيه الكوبري بتاعك كان ياخد 4 أحمال، يعني 4 أحمال مركزة، هتتعامل معاه إزاي؟ هتيجي على مسافة 4 من 10، 4 من 10 من نص الكاميرا، وتحط أول إيه أول حمل مركز، 4 من 10 من نص الكاميرا، وتحط أول حمل مركز، وبالتبعية ترص بقية الأحمال منه. تمام. هو حد يقدر يقول لي صحيح القيمة الماكسيموم فين؟ يعني قيمة الماكسيموم فين في الحالات دي كلها؟ يعني قيمة المومنت الماكسيموم تبقى فين؟ في نص الكاميرا ولا في مكان تاني؟ وفي النص يعني في ايه؟ على حسب لا مش الحالة، دايما. على حسب الحالة. تمام. لو انتوا فاكرين بس من ذكرياتكم في الاستراكشر، قيمة المومنت تبقى ماكسيمم تبقى تحت الحمل المركز اللي قريب من السنتر لاين بتاع الكاميرا، واخدين بالكم؟ تحت الحمل المركز القريب من سنتر لاين الكاميرا. تمام. ففي كل الحالات اللي معانا دي، يعني مثلا في الحالة الأولانية تحت الحمل المركز على طول في النص، وكده كده في النص، في حالة ال3 أحمال في النص، كده كده في النص. طب في الحالات اللي أنا إيه عملت ترحيل ال4 من 10 دي، هيبقى تحت الحمل اللي مترحل، يعني الحمل اللي مترحل ال4 من 10 عن سنتر لاين الكاميرا ده، قيمة الماكسيموم مومنت تحته. تمام. مثلا واحد يقول لي مثلا برضه حاجة تانية، واحد يقول لي إيه أنا حطيت الأحمال واتبقى مسافة بين آخر حمل ونهاية والركيزة أكبر من 8 من 10، لو حصل معاك الحالة دي هتضيف معاك كمان أحمال موزعة زي ما عملنا مثلا في الحالة التالتة تحت دي. لو المسافة من الحمل ومن بداية الكاميرا أكبر من 8 من 10، تحط أحمال موزعة. طب هتحط أحمال موزعة في ناحية واحدة ولا ناحيتين؟ تحط أحمال موزعة في ناحية واحدة ولا ناحيتين؟ لا، في ناحية واحدة. مظبوط. برضو غلطة طلعته فيه، لما تيجي تحط أحمال موزعة تحطها من ناحية واحدة، واخد بالك؟ تيجي تحط أحمال موزعة تحطها من ناحية واحدة، يعني صعب يجي لك ناحيتين، حالة ناحيتين دي صعبة أوي، هتحتاج كاميرا كبيرة جدا أكبر من 5 متر. تمام.
فانت تاخد بالك لما تيجي تحط، لما تيجي تشوف المسافة ما بين اخر حمل والركيزة ولقيتها اكبر من 8 من 10، تحط ايه الحمل بتاعك، الحمل الموزن، وما تحطوش من ناحيتين، تحطه من ناحية واحدة. تمام. الحالات اللي قصادكوا دي فيها مشكلة يا شباب، دي اصعب حاجة في السكشن، فيها مشكلة. يعني احنا يا باشمهندس كده لما نيجي نحسب المومنت في حالات التحميل المختلفة، المومنت نحسبه تحت الحمل المركز القريب من الركيزة اللي هو ناحية اللي جنبه الحمل الموزع، يعني اللي هو هياخد اللي جنب سنتر الكاميرا، اللي جنب اللي جنب سنتر مركز الكاميرا. الكاميرا. تمام تمام. يا احنا شباب، قلنا حد عنده استفسار تاني؟ الأربعة طن دي بتتحط على مسافة قد ايه يا باشمهندس؟ مش 4 من 10 متر. بتحط، الأربعة مش واخد طن. بالي، 4 طن على المتر. الحمل الموزع من الحمل المركز 12 ونص ده تمشي مسافة 8 من 10 متر. 8 من 10. انت مع الوقت هتحفظ الارقام دي، 8 من 10 متر تمام. المسافات. تمام. برضه ركز برضه في الامتحان، يمكن الدكتور يغيرها برضه، ركز. ماشي. تمام يا شباب، اتأكدوا بس من الكلام ده في اول امتحان، يعني عشان دي غلطة شائعة يعني. ماشي شباب، نفس الفكرة برضه هنكررها تاني بس مع الشير، برضه في حالة السمول. السمول سبان نفس الوضع. الحالة الأولانية تحط الحمل المركز فوق الركيزة، الموضوع هنا أسهل شوية، تمشي مسافة 1.6 وتحط حمل المركز التاني. ممكن يتبقى لك كده كم مسافة مثلا في الآخر، المسافة اللي في الآخر تحط فيها أحمال موزعة 4 طن على المتر الطولي. أو الحالة اللي بعدها إنك تحط حمل المركز على الركيزة وتمشي مسافة 8 من 10، وبقيت طول الكاميرا تحط تحط حمل 4 طن على المتر الطولي. تمام. فانت معاك كده حالتين في حالة السمول. بتبدأ رص ازاي؟ بتبدأ رص بانك تحط الاحمال المركزة على الكاميرا على طول، فبقى الموضوع اسهل في الرص، هتحط الحمل المركز وترص بقية الاحمال على المسافات بقى بتاعتها، 1.6 حمل مركز، 8 من 10 حمل موزع، تكمل بقى. في حالة السمول هتاخد حملين بس، يعني ممكن تاخد حملين في حالة السمول، وبقية المنطقة دي املاها بقى باحمال ايه موزعة على بعد 8 من 10 من آخر حمل مركز. أو من الأول كده تحط إيه 12.5 وتمشي مسافة 8 من 10 وتحط إيه أحمال موزعة اللي هي 4 طن على المتر الطولي بالشكل اللي قدامك ده. لو الإسبان بتاعك كان أكبر من 3.8، يعني بيج زمان، هيبدأ يشيل 3 أحمال، يعني هتبدأ تحط 12.5 12.5 12.5 بالشكل. ولو المسافة الأخيرة دي اللي هي ما بين آخر حمل والركيزة كان أكبر من 8 من 10، هتحط كمان أحمال موزعة كمان معاها. ما كانش يبقى تستكفى بده. وبرضه ممكن كمان يبقى كاميرا كبيرة قوي وتاخد معاك 4 أحمال مركزة، يعني 12.5 12.5 وهكذا بالشكل ده بالتوزيع ده كده. الرص هنا اسهل طبعا، الرص في الحاله دي بيبقى اسهل، لانك بتبدا من الركيزه وتبدا ترص، فالرص هنا بيبقى اسهل بكتير من حاله المونت. تمام يا شباب. يعني الملحوظه بس زي ما قلت لكم، باشمهندس، يعني كل من المسافة كانت 1.6 فأنا أحط حمل مؤكد، لكن لو كانت أقل وأكبر من 8 أحط حمل موزع. ده في الاخر خالص. في الآخر، قصدي على الآخر، في تمام. بس الآخر احنا طبعا. عرفنا ايه في السمول سبان 2، وفي البيج سبان ممكن 3 او 4. تمام. تمام. فالاولوية دايما للحمل المركز، اولوية الرص دايما للحمل المركز. يعني لو عندك مسافة مثلا 1.6، مش 1.6 قوي يعني، يعني مش بلاش اللي هو ايه 1.6 بالظبط عشان هتيجي على الركيزة التانية. لو انت مثلا عندك مثلا اولوية انك تحط حمل مركز، حط حمل مركز. لو عندك مسافة مثلا 2 متر مثلا، احط حمل مركز هنا ولا احط حمل موزع؟ لا، قال لك حط حمل مركز. تمام. ماشي يا شباب، نكمل. حد عنده مشكلة في اللي فات؟ حد عنده مشكلة في اللي فات؟ نكمل. هو ده اصعب حاجه في السكشن، يعني ده الجزء ده كده اصعب حاجه في السكشن. اللي بعد كده بقى سيستمات الكل.
نحسب حاجة اسمها dynamic effect factor أو ال impact factor. بيقول لك إيه بسبب الحركة الاهتزازية للقطر، يعني القطر بيتهتز، أو بسبب الحركة الحية عموما، يعني أي حركة حية بيحصل فيها حاجة زي كده، حركة إيه طالع ونازل، بينتج عنه حاجة اسمها dynamic effect factor أو ال impact factor، أحمال صدم، بسبب إيه حركة اهتزاز القطر بتاعتنا. الحركة دي طبعا ما اقدرش اهملها. قيمة الافكت ده او الديناميك افكت فاكتور اللي هو الفاكتور او مقدار الزيادة اللي هينتج عن حركة القطر او قوة الصدمة اللي تنتج عن حركة القطر بسميها فاي. الفاي دي بتساوي 73% زائد 2.16% مقسوم على جذر ال ال اي ناقص 2/10، بحيث ان الفاي بتاعتنا دي تبقى من 1.1 ل 2، الرينج بتاعها من 1.1 من 10 ل 2. ال ال اي دي بتساوي كام؟ ال ال اي دي بتساوي الطول بتاع ال سترينجر زائد 3 متر لو السترينجر بتاعي سيمبل، او بتساوي 3 ايه لو السترينجر بتاعي كونتينوس. تمام، لو كوب سيمبل يبقى ايه زائد 3، لو كوب كونتينوس يبقى 3 ايه، ونرجع نعوض في القانون ونحسب قيمة الفاي. الديزاين ستيبس بتاعتنا، أول حاجة أحسب السترينج أكشن على الديد، السترينج أكشن على اللايف، الديناميك إفكت فاكتور اللي هو الفاي، نختار قطاع من الجداول، نشيك على قطاع في الشير. بتحرك بسرعة شوية. فالخطوات بتاعتنا سترينج اكشن على ديد وسترينج اكشن على لايف، دايناميك افكت فاكتور، بعد كده نختار القطاع ونشيك عليه، بعد كده نعمل تشيك على الشير فقط لا غير. ناخد كده مثال اكزامبل واحد، ريل واي بريدج، بليد جردر، ديك بريدج، دبل تراك، السبان بتاعنا 27 مقسوم على 9 بانل، الستيل بتاعنا 44 ما لم يذكر خلاف ذلك. هو هنا في المسألة ما قاليش الكور بتاعي ده سيمبل ولا كونتينوس، أنا صممه على إن هو سيمبل، الديفولت بتاعي سيمبل. قال لي الكوبري بتاعي ريلوي، وقال لي إن هو بليت، وقال لي إن هو ديك، وقال لي إن هو دبل، وقال لي كل الكلام الجميل ده. في النهاية ما فرقش معايا أي حاجة، اللي فرق معايا بس هو المعطى اللي هو إيه؟ اللي سبان 27 متر مقسوم على 9 بانل. ليه؟ عشان أحسب منه قيمة الـ إيه؟ اللي هو الـ إيه بتساوي الـ سبان على عدد البانلز، يعني 27 على 9 هتساوي 3 متر. ال M dead زد لفظ ال impact، ال M dead load يا ربي بتساوي W dead load في ال A تربيع على 80، يعني بتساوي W dead أنا هفرضها هنا، هفرضها ب 45% مضروبة في السبان اللي هو 3 متر تربيع على 8 هيديني 51% طب في المتر. ال Q dead W في ال على 2 اللي هو W dead load مضروب في ال A مقسوم على 2، يعني 45% مضروب في 3 على 2 هيديني 68% طن. ال string action بتاعت ال live load نفس الوضع بقى، يعني نخش حالات التحميل بتاعتنا، السبان 3 متر يعني اقل من 3.2 من 10، فافرض بقى الثلاث حالات بتاعتنا. اول حالة نحمل في النص، يعني ال MA 9.375 طن في المتر، بعد كده حملين مركزين بالشكل ده، نجيب الـ MA اللي هي 10.07087 طن في المتر. الحالة الأخيرة اللي هو حالة الأحمال الموزعة كمان، هنحسب من هنا المومنت هيطلع 10.2 من 10 طن في المتر. وبس تاخد بالك من حاجة، إن الحالة التانية كده دايما تبقى غلط، يعني دايما الحالة اللي تحت التالتة هي تبقى صح، دايما الحالة التالتة هي تكسب. تمام، دايما الحالة التالتة هي تكسب، طالما ايه، طالما المسافات بتاعتنا اقل من 3.2 من 10، يعني الحالة التالتة غالبا غالبا هي تكسب. وده برضو ايه، احنا كنا بنعمل حالتين، يعني المفروض انت في الحقيقة تعمل حالتين دول بس، الحالة التالتة هتكسب على طول بسبب انك ثبتت الطول 4 من 10، ده لما انت جيت هنا ثبتت الطول 4 من 10 فانت زودت قيمة الحالة التالتة، يعني ده كبر الرقم، كبر المومنت اللي كان هيطلع في الحقيقة المفروض أقل من كده بشوية، واخد بالك؟ يعني أنا قصدي بس إن إيه،
من الحالة التانية والحالة التالتة كانوا قريبين من بعض، بس احنا عشان نسهل المسألة ثبتنا رقم 4 من 10 ده، فخلى الحالة التالتة على طول بتكسب، واخد بالك؟ فبس ده السبب ايه، انما المفروض ان انت بتعمل الحالتين، انما الحالة التالتة في الوضع بتاعنا الحالي ده هتكسب، وده اللي هتلاحظه يعني وانت بتحل، ان المومنت في الحالة التالتة ايه طلعت 10.2 طن في المتر، فهي اللي كسبت، هي الرقم الكبير. تمام، نكمل. عرفنا كده الماكسيمم مومنت، بنفس الطريقة نجيب الماكسيمم شير، نرص الأحمال بتاعتنا 12.5 طن، وبعد كده 12.5 طن على بعد مسافة 1.6، نمشي مسافة 8 من 10، نحط الأحمال موزعة على الطول الباقي، نحسب قيمة الشير هتطلع 18.57 طن. نجرب الحالة التانية، نحط حمل مركز، نمشي مسافة 8 من 10، ونحط أحمال موزعة 4 طن على المتر، نحسب قيمة الكيو تطلع 15.73 طن، نختار الكبيرة فيهم اللي هي 18.57 طن. يبقى أنا كده عرفت الماكسيمم مومنت والماكسيمم شير في حالة اللايف لود، وكنت حاسب فوق كمان ال ام ديد والكيو ديد. نكمل مسألتنا الديناميك افكت فاكتور، من اول خطوة رقم 3 دي لحد تحت خالص لحد نهاية المسألة، خطوات ثابتة ومحفوظة وكل الناس هي هتبقى عارفاها يعني في الامتحان ان شاء الله، هو هتحفظها تقريبا حتى المعادلة تحفظها. اول حاجة ان الكوبري بتاعنا ده كان كوبري سيمبل، يعني ايه يعني الكوبري يعني السترينجر بتاعنا كان سيمبل، فبالتالي ال اي بتساوي ايه زائد 3، يعني 3 زائد 3 يعني 6 متر. نحسب الفاي، الفاي بتساوي 73% زائد 2.16% على جذر ال اي ناقص 2 من 10، يعني بتساوي 73% زائد 2.16% مقسوم على جذر 6 ناقص 2 من 10، هتساوي 1.69، يعني موجودة في الرينج بتاعنا اللي هو ما بين 1 و1.1 ل 2، إذا الفاي بتساوي 1.69. اقدر دلوقتي احسب السترينج اكشن كلها، اجمع كل حاجه مع بعض واسميها ام ديد زائد لايف زائد الامباكت، يعني الام ديد زائد لايف زائد الامباكت اللي هو مجموع كل العزوم، بتساوي ايه دي؟ بتساوي الام ديد زائد الام لايف مضروب في الفاي، يعني بتساوي الام ديد اللي هي كانت 51% زائد الام لايف اللي انا حسبتها فوق اللي هي كانت بتساوي 10.2 مضروبه في الفاي اللي هي 1.69، يعني بتساوي 17.75 طن في المتر. ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو مجموع كل العزوم اللي فاتت، مجموع كل العزوم. نكررها تاني في حالة الشير اللي هي كيو ديد زائد دبز الامباكت، بتساوي ايه؟ بتساوي كيو ديد زائد كيو لايف مضروبة في الفاي، يعني 68% زائد 18.57 مضروب في الفاي اللي هو 1.69، يعني بتساوي 32.06 طن. تمام يا شباب، ده كده السترينج اكشن النهائية اللي انا بصمم عليه. نبقى برضو عارفين حاجة، لو هو في المسألة مثلا جاب لي في الكويز مثلا وقال لي ايه، قال لي احسب لي الام لايف زاد الامباكت، احسبها ازاي؟ لو طلب منك حساب الام لايف زاد الامباكت فقط لا غير، كل اللي هتعمله انك هتحسب المومنت لايف وتضربها في الفاي فقط لا غير، ده اللي هو ايه الام لايف زائد الامباكت. طب لو طلب منك كمان الشير زائد الامباكت، يبقى قيمة الشير الام الكيو شير نتيجة اللايف لود مضروبة في الفاي، ده اللي هو ايه، ده اللي هو كيو لايف زائد الامباكت. لو طلب مني ايه بقى، كيو ديد زائد لايف زائد الامباكت، اللي هو كل حاجة بقى هتجمع كله على بعضه، الام ديد زائد الام لايف في الفاي، والكيو بتساوي كيو ديد زي كيو لايف في الفاي، تجمع كله على بعضه. ده في الحالة اللي ايه، اللي هو طلب منك كل حاجة اللي هو ديد ولايف وامباكت مع بعض. تمام يا شباب، عرفنا كده العزم وعرفنا المومنت النهائية، نقدر بقى نصمم. القانون بتاعنا بيقول ايه؟ بيقول الاف ماكسيمم بتساوي الاف اس ار على 1 ناقص الام ديد على ام ديد زائد لايف زائد الامباكت. الاف ماكسيمم ده اللي هو ماكسيمم ستريس، اقصى ستريس قطاع يوصل له،
ال اف اس ار ده اللي هو الستريس رينج. حد عارف الستريس رينج ده هو ايه؟ الستريس رينج هو ايه؟ حد يعرف؟ حد عارف الستريس رينج ده عبارة عن ايه؟ بيتهيألي الدكتور قال في المحاضرة دي. والدكتور شرحه فعلا. عندك خلفية عبارة عن ايه؟ ما هو ال FSR بيجي من على حسب قوة القطاع، هل هو رولد ولا كان في وصلات أو لحام. من ناحية ومن الناحية التانية الفتيج أو السايكل اللي هتمشي بيها التراك هيعدي عليه كام سايكل. مظبوط، كلامك محترم جدا. هو معناها الحرف الاستريس رينج اللي هو الفرق ما بين اعلى قيمه واقل قيمه في الاستريس، يعني اعلى حاجه متوقعها ممكن تحصل. ده طبعا بتعتمد برضو على عدد السايكل، مريت بيه كام سايكل، عدى عليك كام دوره، تمام. وعوامل تانية بقى، هو هوت رولد والكلام ده، هو نيجاتيف ولا بوزيتيف، الكلام ده كله في عوامل كتير بتأثر عليه. ولكن هو معناها الحرف يعني اللي هو الاستريس رينج اللي هو الفرق ما بين اعلى قيمه واقل قيمه، ده هو ستريس رينج. اعلى رقم واقل رقم، اعلى ستريس ممكن يوصل له واقل ستريس ممكن يوصل له، ده اللي هو ايه الرينج بتاعنا، رينج الاستريس بتاعتنا. ده بيحدث عنه ظاهره اسمها ظاهره ايه، ظاهره اسمها ظاهره الفتيج. ظاهره الفتيج دي اللي هي بالعربي الكلال، يعني الكلال اللي هو الزهق يعني. زي ما كنت بقول لزمايلكم قبل كده، اللي هو ايه، لو انت مثلا جاي تقطع استك، لو انت قعدت تشد فيه تمطه بتشده، هيبقى صعب انك تقطعه، تمام. ساعتها تعمل ايه؟ بتقعد تلف الاستك، تقعد تلف تطلعه وتنزله، تمام، لحد ما تقطعه. انت تعمل كده ليه؟ عشان تستغل ظاهرة اسمها ظاهرة الكلال دي. ظاهرة الكلال دي بتخلي القطاع بتاعك ينهار قبل ما يوصل لأقصى ستريس يوصل لها. يعني الحالة الطبيعية بتاعتك اللي انت كنت بتصمم عليها قبل كده السنة اللي فاتت مثلا، وتصمم على مومنت مثلا على قطاع شيل العزم الشيل الفلاني بتصمم عليه، تمام. انما ايه المشكلة بقى؟ ان المشكلة بسبب ظاهرة الكلال دي بتخلي ان القطاع بتاعك ينهار قبل الاسترس بتاعك العادي، قبل ما يوصل الاسترس الماكسيمم اللي كان بيوصل له قبل كده زمان في حالة الاحمال الستاتيك، تمام. فنتج عنه ايه؟ قال لك هتخفض قيمة الاسترس. بدل بقى ما كنت بتشتغل على ال 64 ميجا فيلد و 58 ميجا فيلد والكلام ده، لا، هتشتغل على حاجه اسمها الاف ماكسيمم بقى. وايه اللي موجود في الاف ماكسيمم ده؟ موجود فيها الفاكتور بتاع الاف اس ار اللي هو الستريس رينج، تمام. ده اللي بينتج عن ظاهره ايه؟ ظاهره الفتيج. فده السبب اللي خلانا دلوقتي بنصمم على الاف ماكسيمم، ما بنصممش على ال 64 ميجا فيلد او ال 58 ميجا فيلد اللي هي بتاعت القطاع العادي، اللي هو القطاع اللي هو ايه، الاستاتيك العادي، تمام. ولو انت برضو نزلت موقع وخدت بالك، هتلاقي ساعات الحداد كده بيجي يقطع عصيق حديد، بيقعد اتنين يقعد يلف سيخ الحديد. لو الراجل ده يقدر يفصل سيخ الحديد عن بعضه، يقدر يقطعه بايده الايدين الاتنين كده يشدهم عن بعض، كان عملها. انما هو ما يقدرش، هو بيعمل ايه؟ بيقعد يتني السيخ طالع ونازل طالع ونازل طالع ونازل طالع ونازل وهكذا، عشان ظاهرة الكلال دي تشتغل ويتقطع القطاع بتاعه بايده الاتنين، يقدر يقطعه بقوته البسيطة، تمام. فدي اسمها ظاهرة الكلال، موجودة طبعا في حياتنا اليومية، موجودة في كل حاجة وانت بتستخدمها، بس انت ممكن تكون مش واخد بالك يعني، تمام يا شباب. ال FSR دي بقى قيمتها بكام؟ في حالة البوستيف، المومنت البوستيف قيمتها ب 1.86، 1.86، 1.86 يعني بتساوي كام؟ الاف ماكسيمم بتساوي 1.68 مقسومة على 1 ناقص الام ديد اللي هي كانت 51% مقسومة على 17.75 بتساوي 1.73 طن على سنتي مربع، تمام. دي قيمة الاف ماكسيمم اللي هنصمم عليه. هنصمم عليها ازاي؟ هنحسب حاجة اسمها الزد، الزد ريكوايرد. الزد ريكوايرد دي اللي هي كانت اي على واي، لو فاكرين اي على واي. بنعمل ايه بيها بقى؟ بنحسب الزد بتساوي ال ام ديد زد دابز الامباكت مقسومه على الاف ماكسيمم اللي هي بتساوي 17.75 مضروبه في 100 عشان تحولها من طن في متر لطن في سنتي، تضربها في 100،
أنا مش فاهم 17. سمعت، ايوه مش المفروض نقارن الـ F maximum بالـ F bending اللي هي الطبيعية؟ عشان ممكن الـ F bending تكون أقل من الـ F maximum. ماشي، ما هقارن اطلع اقل، اضرب كده احسبها هو لو قارناه فعلا 64 هتطلع الـ F 100. maximum أقل، ما انا بس عارف، ما بقولك عشان أنا بتكلم عن خطوات كمان الدكتور عملها في المحاضرة بس. خلاص تمام اقارنها، بس هي غالبا اقل يعني، ما تقابلنا ما بتيش مسألة قبل كده كان اكبر، بس ما نجرب. ماشي ماشي الشباب، هنيجي هنا في الـ F maximum هنقارنها بال 64 100 فيلد، بما شغالين هوت رول 64 100 فيلد، يعني 64 100 ايه في 82. بوستن 100 في 82 هيديني 1.8 من 10 تقريبا. تمام ماشي يا شباب، ال اف ماكسيم بعد ما هتحسبها هتقارنها بايه؟ 64 100 للفيلد. تمام تحسب على كده الزد ريكوايرد هتساوي ال ام ديت ضيف الامباكت على ال اف ماكسيم، يعني بتساوي 17.75 مضروبه في 100 مقسوم على 1.73، يعني بتساوي 1026 سنتيمتر تكعيب. هعمل ايه بعد كده؟ هاخد قيمة الزد دي وادخل بيها جدول القطاعات، وانقي قطاع يكون الزد بتاعته اكبر من الزد اللي انا حسبتها اللي هي زد ريكوير دي، فاقول له مثلا جرب ايه، جرب قطاع اي بي اي 400 اللي هو الزد بتاعته كانت بكام؟ كانت ب 1160 سنتيمتر مكعب، اكبر من الزد ريكوايرد اللي هي 1026 سنتيمتر مكعب دي. اذا القطاع بتاعي كده هو سيف، وانا اخترت قطاع كبير يقدر يستحمل مومنت اكبر كمان من اللي انا محتاجه. نكمل كده مسالتنا، نكمل على التشيك الاخير اللي هو التشيك شير. التشيك شير كان سهل جدا، اللي هو بتقسم الكيو ديت ذا دافز الامباكت على ارتفاع الوب في سمك الوب، يعني بيساوي ايه؟ 32.6% مقسوم على 8 86% اللي هو سمك الويب مضروب فيه ارتفاع الويب اللي هو 40. طبعا الكلام ده زي ما انتم فاكرين كنا بنجيبه من جدول القطاعات الخصائص دي كلها، يعني في النهاية هيساوي 0.93 0.963 طن على سنتيمتر مربع. هقارنه بكام؟ هقارنه بأقل الأول، الأول بتاعي هنا كام؟ الأول بتاعي هنا 35% اف فيلد، 35% في الاف فيلد يعني 35% في 82، 35% في 82 يعني 0.98 طن على سنتيمتر مربع. أقارنه بال كيو اس اللي طلعتها هيطلع ان هو اكبر منها، اذا القطاع كده بتاعي سيف، واقول له استخدم قطاع اي بي 400. لحد هنا يا شباب حد عنده مشكلة؟ انا بتكلم بسرعة بس عشان الوقت السكشن اصلا بقى قصير. حد عنده مشكلة؟ حد عنده مشكلة يا شباب؟ حد عنده حاجة؟ أي لا تمام استفسار؟ يا باشمهندس، تمام كده. تمام نكمل. المثال التاني بس هو نفس المثال الأولانية بس اختلاف بسيط. ريلوي بريدج، بريدج جردر دي اسطمبة ثابتة معانا، ديك بريدج دبل تراك نفس الاسبان اللي فوق والستيل 44 برضو. في بس ملحوظة تاخدوا بالكم منها دلوقتي، الحاجة الوحيدة اللي اختلفت في المسألة بتاعت، يعني الحاجة المهمة الوحيدة في المعطيات اللي اداها لي هو الايه، المسافة ايه. يعني انا مثلا وانا قاعد في البيت دلوقتي اقدر اقول لك ايه، صمم السترينجر مثلا الاسبانه 4 متر والستيل بتاعه 44، هل انت محتاج تعرف اي حاجة تانية؟ هل محتاج تعرف اي حاجة تانية؟ لا لا، بالنسبة للسترينجر لا. خلاص يبقى احنا عرفنا دلوقتي الكوبري ده ديك، الكوبري ده بوني، الكوبري ده دبل تراك، سنجل تراك، مش فارقة حاجة بالنسبة لنا في الامتحان. جاب لنا مسألة سترينجر مش تفرق بقى معادي، مسألة ايه لوحدها، الزبان بتاعها كام والستيل بتاعها كام بس. تمام ونكمل شغلنا بقى على كده. القطاعات بتاعتنا اللي بنفرضها مبدئيا بنفرض قطاع اي بي اي، لو ما ينفعش بنجيب قطاع اتش اي بي، ما ينفعش بنجيب قطاع بالطاب بالترتيب كده. تمام نكمل بس المسألة بتاعتنا. ضاف لي ملحوظة في الآخر كده، ايه ضحك عليا وقال لي ايه،
ديزاين السترينجر از كونتينوس بيم، حب ايه يعمل لي مساله صعبه شويه، ذكر لي صراحه وقال لي ان هي كونتينوس بيم. هنحل المساله بتاعتنا عادي جدا، هنجيب السترينج اكشن ديو تو ديد لود، هنحلها على اساس ان هي سيمبل عادي، يعني هنكمل مسالتنا على اساس ان هي سيمبل. ال A برضه ب 3 متر، ال M ديد وال M لايف نفس الارقام لان الاسبان واحد ونفس الحمل، يعني 51 100 طن في المتر و68 100 طن. اللايف لود زي ما قلت لكم نحل على اساس ان هو سيمبل، فيطلع برضه نفس المومنت ونفس الشير 10 و2 و18.57 طن. فالمساله بتاعتنا كده يعتبر ثابته لحد هذه اللحظه، هي ثابته لحد ما اوصل للخطوه بتاعه الديناميك افكت فاكتور. هنا بقى بدايه الاختلاف، بدايه المشكله. ماشي، طب ثانيه، ماشي شباب نكمل. الديناميك افكت فاكتور اللي هو اول حاجه تختلف بقى معانا على حاله السيمبل والكونتينوس. لو انتوا فاكرين ال اي كان لها قيمتين، مره سيمبل ومره كونتينوس، فناخد هنا ال اي بقيمه مختلفه عن اللي خدتها فوق. ال اي في الحاله دي في حاله الكونتينوس بتساوي 3 اي، يعني 3 في 3 يعني بكام، يعني 9 متر. نحسب الفاي بقى بتاعتنا اللي هي فاي بتساوي 73 100 زائد 2 و16 مقسوم على جذر ال اي اللي هي 9 ناقص 2 من 10، يعني 1.5 ما بين 1 و1 وما بين 2. نحسب بعد كده الفاينل سترينج اكشن، ال ام ديد زائد لايف زائد امباكت، يعني بتساوي ال ام ديد زائد ال ام لايف مضروبة في الفاي، 51 100 زائد 10 و2 مضروب في الفاي اللي هي 1.5، بتساوي 15.81 طن في المتر. الشير نفس الوضع، كيو ديد زائد كيو لايف الفاي قوي 68 100 طن زائد 18.57 في 1.5 بيساوي 28.54 طن. جبت السترينج اكشن، نبدأ بقى التصميم بتاعنا، نختار القطاع. في الحالة بتاعتنا دي بقى طبعا ما اقدرش اقول لك ايه، ان انا اصمم على عزم الكبير، مش هقول لك الكلام ده. فانا هنا بصمم قطاعين، قطاع رقم A وقطاع رقم B، تمام. قطاع رقم A ده اللي هو عند العزم 8 من 10، وقطاع رقم B اللي هو العزم عند العزم النيجاتيف اللي هو 75 100 ال M، تمام. العزم بتاع 9 من 10 ده هكنه شوية، تمام، لأن عزم 9 من 10 ده موجود بس في أول باكية وآخر باكية، موجود في أول باكية وآخر باكية فقط لا غير. انما التمانية من عشرة ده هو المنتظم، هو المنتظم مكمل معايا من الاول لاخر. فمبدئيا كده هبدأ التصميم بتاعي. اول حاجة قطاع رقم ايه، ال اف اس ار هنا ب 1.68 طن على سنتيمتر مربع، ال اف ماكسيمم بتساوي ال اف اس ار على 1 ناقص الام ديد على ام ديد زائد لايف زائد امباكت، يعني بتساوي 1.68 على 1 ناقص 0.51 على الام ديد زائد لايف زائد امباكت اللي هي كانت 15.81، هتساوي 1.736 طن على سنتيمتر مربع. نقدر نجيب دلوقتي زد ريكوايرد، زد ريكوايرد بتساوي 8 من 10 اللي هو العزم اللي عند قطاع A،
في المومنت اللي هو 12.65 مضروب في 100 مقسوم على الإف ماكسيموم اللي هي 1.736 بتساوي 739 729 سنتيمتر مكعب. القطاع رقم بي المفروض مبدئيا العزم النيجاتيف هنا أقل من البوزيتيف، ولكن في حاجة برضو بعرفها، ال اف اس ار في النيجاتيف غير ال اف اس ار في البوزيتيف. اف اس ار في القطاع النيجاتيف بتساوي 1.12، يعني 1.12 من 100، تمام. فبما ان ال اف اس ار هنا مختلفة عن القطاعين، يعني مختلفة عن القطاع رقم واحد، اذا فانا لازم كمان اشيك على القطاع النيجاتيف ده حتى لو كان عزمه اقل. فانا هكمل نفس المسألة تاني عند قطاع رقم بي، قطاع رقم اتنين ده او قطاع بي، واحسب تاني ال F ماكسيمم اللي هي بتساوي ال F S R على 1 ناقص ال M ديد على M ديد زائد زائد ال امباكت، يعني بتساوي 1.12 من 100 على 1 ناقص 0.51 على 15.81، هتديني كام؟ هتديني 1.16 طن على سنتيمتر مربع، تمام. احسب منها ايه؟ احسب منها ال Z required. ال Z required بكام؟ 75% في المومنت على ال F ماكسيمم، يعني بتساوي 11.86% على 1.16 من 100، يعني بتساوي 1022 سنتيمتر مكعب، تمام. البديهي ايه بالنسبة لي؟ انا صممت القطاع رقم A وصممت القطاع رقم B وعرفت الفرق ما بينهم، ان الاف ماكسيمم هنا غير الاف اس ار هنا غير الاف اس ار هنا، في النيجاتيف غير البوزيتيف، تمام. حسبت الزد بتاع كل واحدة فيهم. طبعا لما اجي اصمم هصمم على الكبير، فانا هختار اللي هي 1022 سنتيمتر مكعب، واقول له ايه؟ اقول له تراي سيكشن اي بي 400، القطاع بتاعه اللي هو كان الزد بتاعته 1160 سنتيمتر مكعب، اي بي 400، اي بي 400 الزد بتاعته 1160 سنتيمتر مكعب، اكبر من ال 1022، تمام. اكمل بس تشيك خفيف معانا كده، بقول لك ايه المومنت اللي هو 9 من 10 ده هشيك عليه بس فقط لا غير، مش هصمم عليه، هشيك عليه مش هصمم عليه. ال اف اس ار عنده بواحد 68، ال اف ماكسيمم في الحاله دي هتساوي 1.73، هنحسب الزد ريكوايرد 9 من 10 في المومنت على الاف ماكسيمم، يعني بتساوي 15.81% مقسومه على 1.73، هيديني 823 سنتيمتر مكعب، أقل من أو يساوي 1160 سنتيمتر مكعب اللي هو الزد بتاع الـ IBE 400. أقول له كده تمام أوكي، القطاع بتاعي تمام. طب لو كان القطاع بتاعي أنصيف كنت أعمل إيه؟ حد عنده اقتراح؟ لو كان القطاع بتاعي أنصيف كنت تعمله إيه؟ ممكن كنت اغير اول باكيتين، بس اللي هو باكيه واخر باكيه، واغير من فيها نوع اللي هو الزد بتاعتها، اغير فيها نوع تكبر الاي القطاع بي او صح، حبك كده. تمام. واحنا ما بنستخدمش الحل بتاعك ده، هو حل منطقي وسليم وكل ممكن حاجه، نعمل تدعيم لاول باكيه واخر باكيه وخلاص، تمام. تدعم ازاي؟ لحم فيه شوية بليتات ونزود السمك بتاعه خلاص. بنتكلم كأن الموضوع ببلاش، بس ماشي حاجه مش مش ممتعه ببلاش، بس بس ده هو ممتع عشان اكتر. احافظ على القطاع كله صغير على طول الكاميرا، وفي نفس الوقت زودت القطاع في الحتة دي. تمام، هو كلامك انت مظبوط ومحترم جدا كمان، وافضل كمان من الحل التاني، بحيث ايه ان القطاعين يبقوا زي بعض، مش هحتاج بقى لخبطه ولا الكلام ده، لا القطاعين زي بعض. بعمله ازاي الموضوع بتاع التدعيم ده؟ بان بجيب بليت واحط بليت فوق في الفلانجه اللي فوق، وبليت فوق تحت الفلانجه من تحت، تمام. متخيلين الشكل ان قطاع الاي بتاعي كتبها لكم فوق هنا في الملحوظه، القطاع بتاعي ده حرف اي، بحط فوق بليت وتحت بليت والحمهم فيه، تمام. واعمل ايه بعد كده؟ احسب الزد بتاعته واقارن الزد بتاعته دي بالزد الايه، بالزد ريكوايرد، تمام. احسب الزد بتاع القطاع الجديد واقارنه بالزد ريكوايرد، تمام يا شباب. يبقى الحل بتاعي هنا لو ما كانش سيف هعمل ايه؟ هجيب بليتات والحمها بليت فوق وبليت تحت، احسب الزد بتاعته واقارنها بالزد ريكوايرد، تمام.
يبقى هعمل الموضوع ده فين؟ بس هعمله في اول باكيه بس واخر باكيه، لان في اول باكيه واخر باكيه عندهم العزم 9 من 10 المهم فقط لا غير. تمام يا شباب، حد عنده استفسار كده؟ تمام نكمل، نعمل تشيك على الشير، نفس التشيك برضو اللي هو كيو على اتش اوف كيوب، كيو اس بتساوي 28.54 على 6% اللي هو السمك في ارتفاع 40، هديني 0.832 طن على سنتيمتر مربع، يعني اقل منها يساوي 35% في دي اللي هي 35% في 2.8 اللي هي 98% طن على سنتيمتر مربع. وغالبا يعني تبدأ تحفظ الارقام بتكرار الحل يعني. يبقى القطاع بتاعك في يو اس اقل من الرقم ده، يبقى القطاع بتاعي ده سيف، واقول له ايه يوز اي بي اي 400. تمام كده، اذا كشنا كده انتهى خلاص. حد عنده كده اي استفسار؟ حد عنده سؤال؟ شكرا يا شباب. حدش عنده اي سؤال؟ هو وقت السكاشن بقى قليل، فاحنا مضطرين نشتغل بريتم اسرع شويه.